في البيت لو مراتك زعقت لك ما ترديش عليها، ده رابطك بر. اسمع اللي بقولك عليه، ما تمدش ايدي عليه. ليه بقى؟ ممكن ما تعملكش اكل، وانت لو ما اكلتش هتموت من الجوع. استنى استنى يا ابو السيد. ايه يا حبيب قلبي، وحشتني يا. لا لا مش هينفع اجيلك دلوقتي، لا لا ده انا بدي درس كده لواد غبي. لا بقولك مش هينفع والله العظيم بدي اهو. اسمع بس بقى، بقول له انت اسمع، بيقول لي سمعني الضرب. ايوه بس ماشي يا ابن عمي، انت عايزني دلوقتي؟ طب هجيلك. هو عايز يسمع الضرب تاني بقى. لا خلاص مش هينفع بقى، خلاص يا حبيبي. وان فورس جيم، يلا جود افتر نون. جاي لك يا بنتي. بقول لك يا معلمه، انا هروح المشوار ده وبعد ما اجي هبقى اديك بقيه النصايح. خد هنا، انت رايح جاي رايح جاي، في مالك؟ بس عايز اقول لك كلمتين. اسمع بس، نزل ايديك دي، نزل ايديك الاول بس. بص يا معلم، هتفتري هفتري عليك، وانا ممكن والله العظيم ثلاثه امد ايدي عليك. انا مش عايز امد عليك بس عشان خاطر امد ايدك عليا، انا هوريك اللي افترى على عينه. بعد اذنك يا معلم، ممكن واحد حمص الشام؟ عاوز تشرب الحمص يا شبابك؟ الحمص خفيف. يلا كده يا قبلتي قبل ما الشوربه تبرد. يا اختي ايه ده؟ راحت فين الوريه دي؟ قبلتي امبابه يا قبلتي يا مرار يا اختي، الوليه سهتني ونزلت. يا خوفي لا تسرح زي المره اللي فاتت ونجيبها من فوق سور القلعه. ده مرار ايه ده بس يا رب؟ بقول لك ايه، انا هكلم الواد عسليه عشان اظبط لك الاستوديو وتسجل الاغنيه بتاعتك. اسجل ايه؟ الاغنيه ما فيهاش غير كوبليه واحد، لازم اقعد مع الشاعر عشان اكملها. طب ما تقعد مع الشاعر. ما انا الشاعر مش عارف اقعد مع نفسي. طب استاذن انا عشان يا عم اقعد بقى، انا مخنوق قوي يا عم. اعمل لي سندوتش جبنه. خشب يا حلوه، العب 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 انت يا واد يا ولعه، تعالى وهات الولعه. يا ست امبابه ولعيها ولعه. انت يا واد يا ولعه، شوف لي زباين قلعه. يا ست امبابه يا مفتشاهم، امور يا ست امبابه. هات شيشه، هتطبق؟ هنطبق. هات الفلوس الاول عليك. خد اوعى. الدور ده على 50 جنيه حتة واحدة. ده انت جمدت قوي. يلا جيت برجليك يا حليوة، خش عليا. انتوا طبعا فلستوا وقاعدين على جنب كده عاملين فيها تنابلة السلطان. الحقيني يا افراح، امك مش لاقياها. لا يا اختي سهتني ونزلت. ايوه والنبي، ده انا لو قاعدة بعيل صغير كان اهون. شوف اخواتك فين وروحوا دوروا عليها. دوروا يا اختي، وانا لو اعرف هتدوروا فين ما كنت قلتلك. الله، يلا مع السلامة وبيطمنيني. النبي يا رب استرها معايا ومع الوليه المجنونه دي. هات يا اخويا الجلابيه، مالك ماسك فيها كده؟ مش انت اللي لعبت عليها؟ هات واد يا ولع. ست امبابه. لا يا اخويا خلي دي استر نفسك بيها. الله يكرمك يا ست امبابه. اغسل لي دول وهاتهم لي على فوق. اوى يا ست امبابه اما لطاهم. امال ايه؟ اوى. ايه ده؟ ايه ده ياما؟ بتقلعي الرجاله هدومها؟ يا اختي هم اللي قلعين. اما مين؟ يا لهوي ما تحطيش ايدك عليا، انت طمعانه في الدهب. انت رايه مسكينه شفتك في التلفزيون. ايه ده ست امبابه؟ دي بنتك. انت كمان معاها؟ يبقى انت كمان نصاب وحرامي، انت عبد العال. يا لهوي يا دهوتي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا خرابي، الحقوني يا عالم، الحقوني يا خل. يا مثبت العقل والدين. اخرس انت. يعني انت نسيتي دي وفاكره دي؟ وهي دي زي دي. امشي يا بيت، امشي يا حراميه، نصابين يا غاجر. يلا يا حراميه. استني بس يا امبابه. ايوه ست امبابه يا مولعاها. اهو يا عم تعمل اعجبني هنا ومتر. لا يا عم انا مش هسرق اغاني. انا مش سرقه يا بني ادم، ده اقتباس. مش سرقه. ايه الحق الحق. ياه شفت بقى عربيات العفش بيسيبوا الباب اللي ورا مفتوح. يا بني ادم دي شكلها موميا وكانت رايحه المتحف. لا ده شكله مله سرير وقعت من. استنى كده وريني صفحه الرياضه. قائمه اجباريه للاهلي. الاهلي عنده قائمه اجباريه. ايوه يا عم الحمد لله. انت مين يا ابني؟ وقال لك فين بالظبط؟ انا. ايه ده؟ طب وايه اللي جاب هنا للجيزه؟ استنى بس لما نفهم. الواد ده شكله شحات وعامل طريقه جديده للشحات. روح يا ابني ربنا يسهل. انا ما بحبش بقى الشحاتين. مشيه، يلا مشيه بقى. بس يا عمرو في ايه؟ ومفيش رحمه، مفيش رأفه، مفيش فكه نديها له؟ معيش غير 5 جنيه. هات ال 5 جنيه هيرضى. اتفضل معاك فكة 5. مش عايز فلوس، مش عايز. طب هاتها. ما هي معايا. طب ما انا عايزها. ما انا هجيبها لك. طب ما انا قاعد. ما انا هجيلك. في ايه يا عم؟ ما تسالنا في موضوعنا يا اخي، الراجل هيموت مننا. قول كده. بقولها حلوه قوي يا اخي.
انت مين يا ابني عايز ايه يا ابني؟ يا ابني ما تتكلم يا ابني. طب ما نفوقكوا بقى، ما نفوقكوا ممكن نتكلم. البق، لقيت البق. فك كمان، فك كمان. استنى ندي البق ميه احسن يكون الولع عطشان يا عين. خد يا حبيبي. اه يا حبيبي. اه ايه يا حبيبي اتكلم. لازم ما تعيطش، انت مين يا حبيبي؟ انت مين؟ عسلية. اخويا عسلية؟ ده هو. عسلية مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ما انت فكناك يا انت غبي يالا؟ فرجاني. مين؟ فرجاني. مين اللي عمل فيك كده يا بني ادم؟ بقولك فرجاني. ايه فرجاني دي؟ فرجاني؟ لا لا عملتيها. لا انا مش هسكت، مش هسكت يا ابو سمير، مش هسكت يا ابو سمير. وانت سمير خش جوه يا سمير، مالكش دعوه بالمشاكل. ما تعيطش انت كمان، ما تعيطش. بقول لك اخويا ما يتضربش يا عم، ما يتضربش، ما يتضربش يا عم. اهدى بقى يا زماره. يا عم انا اهدى. والله ايوه اخويا اتضرب في 60,000 ده ما ياما اتضرب. انا بس مشكلتي ان ما ينفعش ابقى معدي في الحارة ويقولوا يلا اخو زماره اتضرب. يا حبيب عسلية، حبيب عسلية ما تعيطش. بس بقى ما تعيطش واهدى انت كمان. احنا لازم نهدى، لازم نهدى. لازم. القانون في صفوكوا على فكرة. المادة 316 من قانون حماية المستهلك بتقول ان ما ينفعش عسلية يتضرب. ايه ده؟ المادة قالت عسلية؟ أي. ما قالتش زمارة؟ عسلية زمارة، أي حد فيكم. على فكرة يلا أنت محظوظ. أنا همسك قضيتك. بس عندي سؤال مهم جدا في سير القضية. سين. عسلية عربي لازق. الراجل قبل ما يعزقك العلقة دي ويلفك، لفك اللفة الحلوة دي في قد إيه؟ ده السؤال المهم؟ إيه ده عادي؟ عادي جدا كمان. أنا مش هتكلم إلا في وجود المحامي بتاعي. يهبل من المحامي بتاعك. بجد؟ أيوه. هنتكلم؟ اتكلم. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب زيد النبي صلي. عليه الصلاة والسلام. أنا استلمت الشقة من الراجل ده شهر 4. حلو. 2017. شهر 4 ولا 2017؟ الاثنين. الاثنين ده مش اجازه؟ يا ابني الاثنين واحد. من واحد ده كان الاهلي والاتحاد وليد سليمان تقريبا. ايه يا عم ماتش ايه؟ ما تركز معايا. ما انت مش عارف تفهمنا برضه يا عسليه. ماشي ركز معايا. حاضر. صلوا على النبي. على الصلاه والسلام. طب زيد النبي صلي. على الصلاه والسلام. قلت له هسلمك الشقه 4 سنه 22. حلو. حلو يا ابن عمي. يقوم يجي 2020 وعايز يستلم الشقه كده انا غلطان. الراجل ما غلطش يا عمرو، مظبط مواعيده على كده ومرستق الدنيا على كده. انا عايز حق اخويا. خلاص ما تعيطش. ما تعيطش بقى. اخويا ما يتضربش يا عم. بس يا متخلف انت وهو. انا شايف ان احنا نروح نعتذر للراجل ونحبس اخوه. ايه ده؟ يعني اخويا ملفوف ومضروب وبعدين نروح نعتذر للراجل؟ انا مش هاسكت يا جدعان. يعني هتعمل ايه؟ هنطلع نريح شويه وننام لي نص ساعه عشان هقوم افكر بروقان. يلا وتسيب حق اخوك يا زمارة. ايوه حسيبه. الحاره كلها تقول اخو زمارة اتضرب يا جدعان. عادي. بقول لك الحاره هتعايرك وتقول لك ان اخوك اتضرب. ما الجملة دي انت لسه قايلها يا ابني. مكتوب كده في السيناريو وبعد كده اروح اضرب الراجل استقبله ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في السيناريو والله. بجد؟ ايوه يا ابني. يبقى انا ما قريتش كويس. طبعا ما قريتش. تعالى اديك السيناريو. يلا اتفضل يا عم الامور. اتفضل يا عم. ده بريك يلا يا عم بريك. اه خلاص يا عم يلا. طب وانا المفروض اروح فين؟ تعالى اخويا زمارة. هي دي الشقة. هي دي الشقة. فين الشقة؟ بقول لك هي ديت. قصدك نفسها تبقى شقة؟ ما ده مش ميعاد تسليم الشقة. خلاص نيجي ميعاد التسليم يلا بينا. استنى يا بني ادم. هتمشي وتسيب اخوك يتضرب وتهزق يا اخي؟ لا مش اخو الزمارة اللي يتهزق يا عم. خلاص انا هتصرف. يا شقة وفي كيس لأجلها. لا والله إيه؟ طب ما تخاصم الشقة بقى احسن. الله سيبني انا اللي اتصرف. لو فيك راجل يا شقة يطلع لي. الحمد لله مفيش حد. يلا بينا. ايه صوت الجاموسه دي؟ دلوقتي هتطلع شقه؟ جوه الشقه؟ بقول ايه انا يعني
حاسس كده ان الشقه مش فاضيه دلوقتي. يلا نيجي وقت تاني. استنى يا عم، انا مش همسك الا لما اخد حق اخويا. هو ده اللي ضربك؟ لا انا بصراحه كنت مسورق مش فاكر. انت اللي ضربته؟ عشان جايب لنا المشاكل. مش معنى ان انا ضربته دلوقتي ان الموضوع خلص. لا ده انا لما اروح افرمه. يلا السلام عليكم. هو اللي مسكني نفس الراجل. انت بتحكي لي عامل ايه؟ هقول لك انا، انت دماغك هتبقى تحت ورجليك هتبقى فوق، بس بقول لك ايه، اوعى تقول له عايز اشرب حمص الشاي.